تقدمت جامعة دول عربية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقدمه من دعم للعمل الاجتماعي والإنساني العربية المشترك بما يسهم في مواصلة مسيرة التنمية. جاء ذلك خلال إطلاق الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة قافلة المساعدات الإنسانية والاجتماعية بالتعاون مع مصر للشعب السوداني الشقيق من مقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة. إنما تقدم ذكره أيضا يستوجب توجيه الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه ودعمه للعمل الإنساني العربي المشترك وبما يدفع بمسيرة التنمية الاجتماعية العربية بمختلف أبعادها وبما ينعكس إيجابا على حياة المواطن العربي خاصة في حالات الكوارث والأزمات. كما يستوجب أيضا توجيه الشكر والتقدير لكوادر وشباب الهلال الأحمر المصري على جهودهم وتواصلهم مع الزملاء في الأمانة العامة بجامعة الدول العربية الأمانة العامة والأمانة الفنية مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومن قبل أيضا ومن قبل مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بما أسهموا في إعداد القوافل الإغاثة للمجلسين بالشكل والمحتوى المطلوب الذي نأمل أن تحقق أهدافها السامية لصالح المواطن السوداني.